قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تأجيل امتحانات شهادات الدبلومات الفنية للعام الدراسي المقرر اليوم إلى السبت الموافق الأول من يونيو المقبل نظرا لارتفاع درجات الحرارة، وأتي ذلك من منطلق حرص الوزارة على مصلحة الطلاب وتوفير المناخ الملائم لهم لأداء الامتحانات، وذلك نتيجة لارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الأيام، مؤكدة أن التأجيل للمواد المقرر امتحانها اليوم فقط، وعلى أن تستكمل باقي الامتحانات في موعدها كما هو موضح في الجداول المعلنة مسبقاً.